مشاهدينا متابعينا الكرام تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية هذا الميدان ميدان الهباب لسباقات الهجن العربية الأصيلة حيث ينطلق شوطنا أيضا شوطنا الثامن لفيت الجعدان اللقاية مسافتنا هي الخمسة كيلو مترات تحمل في تحدياتها وانطلاقات هذه الأسماء المتقدمة مباشرةً ابدأ مع شاهين لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبد الله بن حميدان يأتي بمتابعة شاهين المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وايضا محمد بن عبد الله بن حميدان يتابع اشقر على المركز الثاني المركز الثالث وصلنا عشاق على, على المركز الثالث واصل على المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعبيد بن محمد بن ضبيعه يتابع بعمليه التضمير والتدريب المركز الرابع وصلنا ايضا الخروف سلطان بن سالم بن حمد الاكتبي من يقدم لنا الخروف على المركز الثالث والمركز الرابع وصلنا وتقدم ايضا الواصل سلطان بن علي بن رشيد الاكتبي يقدم لنا الواصل بهذه اللحظات المركز السادس ياتينا ويتقدم ايضا المغنع المغنع واصل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبيد بن محمد بن ضبيعه من يقدم لنا المغنع ويتابعه بعمليه التضمير والتدريب قادم بهذه اللحظات وايضا الوصول بالتحدي وبالاثاره هناك القادم ايضا عشاق لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبيد بن محمد بن ضبيعه اول من نعم بهذه اللحظات شاي محمد بن عمران بن خليفه الشام سيقدم لنا شايم وايضا الواصل الشارد لسمو الشيخ محمد بن مكتوم برائد المكتوم وعتيج بن علي بن خفيه يأتي بمتابعة هذا الاسم المميز وايضا الوصول مع ايضا غرشوب الواصل غرشوب بهذه اللحظات لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم وعتيج بن علي بن راشد بن خفيه يتابع الغرشوب القادم بهذه اللحظات بالتحدي وبالاثاره بانطلاق مميز على المركز السابع والمركز الثامن المركز التاسع يتقدم ابو الابيض واصل متقدم ابو متقدما ابو ياتي مع ابو الابيض عامر بن هادي بن حيرب المنصوري يقدم ابو هذه الاسماء المتقدمه وهذه الشعارات العشر المراكز الاولى الحاضره بالتحدي وبالاثاره ولكن الواصل سلطان بن علي بن رشيد يقدم لنا الواصل يتقدم مع الواصل وانطلاقات الواصل وتحديات الواصل الحاضر بهذه اللحظات بانطلاق مميز وجميل بانطلاق رائع ومميز يا برشهيت ركز ركز مع هذا الاسم المميز ركز مع هذا الشعار المميز والجميل المركز الثاني ياتين الخروف سلطان بن بن حمد يقدم الخروف على المركز الثاني المركز الثالث شعار ايضا القادم شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم اشقر ويضمر محمد بن عبد الله بن حميدان يضمر اشقر على المركز الثالث والمركز الرابع وصلنا ايضا شاهين لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبد الله بن حميدان ياتي مع شاهين الواصل بهذه اللحظات وايضا الواصل الواصل والمتقدم بهذه اللحظات ايضا وصلنا عشاق لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبيد بن محمد والضبيعه بن الكتبي ياتي بمتابعه بمتابعه عشاق الى سامي قادمه والشعارات حاضره ولكن بدايه الشوط مع المركز الاول مع صداره التحدي والاثاره هناك الواصل الواصل من يواصل هذا الانطلاق يواصل التحدي لسلطان بن علي بن رشيد الكتبي مع المركز الاول الا مع صداره هذا الشوط الذي يحمل المنافسه والتحدي المركز الثاني أشقر على المركز الثاني واصل وقادم أشقر بهذه اللحظات متقدما بهذا الانطلاق الرايع مع هذه الأسماء المميزة الرايعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ومحمد بن عبد الله بن حميدان يأتي مع هذا الاسم المميز المركز الثالث أتانا على المركز الثالث وتقدم بهذه اللحظات الواصل الخروف سلطان بن سالم بن حمد الكتبي واصل على المركز الثالث والكيلو متر الأخير الكيلو متر الخطير مع هذه الأسماء ولكن البداية مع المركز الأول مع التحدي ومع الإثارة مع الإنطلاق المميز مع هذه الأسماء المميزة والجميلة ولكن بداية الشوط الواصل واصل هذا العطاء واصل هذا الانطلاق واصل التحدي والإثارة سلطان بن علي بن رشيد الكتبي ولكن أشقر 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 على المركز الثاني لسمو الشيخ عمدان بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبد الله بن حميدان والأمتار الأخيرة الأمتار الخطيرة الامتار المجنونة ايضا لي وصلنا شاهين لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن رايد المكتوم ومحمد بن عبد الله بن حميدان ولكن اشقر اشقر راح اشقر راح الى الفوق والى الانتصار سلام يا اشقر سلام سلام يا أشكر سلام والنقطه الرابعه او الثالثه لهذا الشعار لشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ومشكور يا بن حميدان مشكور يا محمد يا بن عبد الله يا بن حميدان يا الفلاسي مشكور باسم الجمهور على داشقر وانطلاقه المميز تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني لسمو الشيخ ماجد بن محمد برايد المكتوم المركز الثالث اللي وصلنا على المركز الثالث آه للواصل لبن رشيد المركز الرابع لابن سليم المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن محمد برايد المكتوم تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار توقيت سبع دقائق 51 ثانيه تهانينا والناموس